السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء. اليوم رح أشرح درس السياسات السكانية في العالم في مادة الجغرافيا للصف السابع. أول شيء بدنا نعرف شو المقصود أو مفهوم السياسة السكانية. المقصود فيها هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الدولة في مجال القضايا والمتغيرات السكانية. يعني إيش الإجراءات أو الخطط اللي بتقوم فيها كل دولة لمواجهة القضايا المتعلقة بالسكان، مثل معدل المواليد، هل في زيادة أو نقصان، الخصوبة مقصود فيها خصوبة المرأة أي معدل المواليد الأحياء لكل مرأة في حياتها الإنجابية، الهجرة، الهجرة من الريف المدينة، الهجرة الداخلية، الهجرة الخارجية أو الهجرة الطوعية والقصرية. إذن أنواع الهجرة بشكل عام. تنظيم العلاقة بين السكان والبيئة والتنمية، تحاول كل دولة أن تضع خطة لتحقيق التوازن أو تحقيق العلاقة بين السكان والبيئة والتنمية. هلا في عنا مفهوم تاني اسمه الفرصة السكانية. الفرصة السكانية مرتبط بالسياسة السكانية. الاختلاف اللي هو انه حجم المناسب، الحجم المناسب او الحجم المتوقع من السكان لتحقيق الرفاه الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات وزيادة نسبة فئة الشباب. يعني هلا الفرصة السكانية بتتعلق بحجم السكان، يعني الحجم المتوقع للأردن، لفلسطين، للعراق، لسوريا، وبالمقابل ما يقابله من تحسين بمستوى الخدمات وزيادة نسبة فئة الشباب لأنها هي أساس المجتمع. هلا معظم بلدان العالم يوجد لديها هيئات مشرفة على وضع برامج من شأنها معالجة جوانب الخلل المتعلقة بالنواحي السكانية. يعني ذلك أن كل دولة لها خطط، لها هيئات مشرفة تتعلق بالأمور السكانية. هلأ اللي بهمنا بالأردن بلدنا إنه في عنا إيش اسمه المجلس الأعلى للسكان. هذا المجلس الأعلى للسكان مهمته إنه يشرف على المواضيع المرتبطة بالسكان، يعني أي إشي بتعلق بالسكان، تعداد سكاني، نسبة الأطفال، عدد أفراد الأسرة، المسؤول عنه المجلس الأعلى للسكان. هلأ في عنا أمثلة على سياسات سكانية المتبعة في الدول العالم. زي ما حكينا بداية الحصة، سياسة سكانية يعني إجراءات. هلأ في أمثلة على السياسة السكانية لمختلف دول العالم. أول مثال على السياسة السكانية سياسة زيادة عدد السكان، يعني تشجيع الإنجاب، يعني زيادة عدد المواليد. هاي السياسة مطبقة بالسويد وإيطاليا، بدهم يزيدوا عدد السكان. النقطة الثانية أو المثال الثاني من السياسات السكانية سياسة الحد من النمو السكاني، يعني تحديد عدد المواليد لكل أسرة. بيحددوا عدد المواليد مثلا طفلين لكل أسرة، واللي يعني بتخالف أو بزيد عن عدد المواليد عن طفلين رح يكون له عقوبة مالية مثل الصين وسنغافورة. هلأ تنظيم الأسرة، السياسة الثالثة للسياسات السكانية تنظيم الأسرة. تنظيم الأسرة هذا مبدأ موجود عندنا في الدول الإسلامية والدول العربية والإسلامية بشكل عام ومن ضمنها الأردن. والمقصود بتنظيم الأسرة هي سياسة تتبناها الدول الإسلامية للموازنة بين عدد السكان والإمكانيات المتوفرة للدولة. يعني بيعملوا سياسة إنه يوازنوا فيها عدد السكان مع إمكانيات الدولة، مع الموارد الموجودة داخل الدولة عشان ما يكون عندنا عجز. هلأ الهيئة المسؤولة عن وضع الخطط لمواجهة الأثر السكاني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية هي هيئة الأمم المتحدة. هيئة الأمم المتحدة اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن كل الخطط اللي بتواجه الأثر السكاني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية في العالم. هلأ هاي هيئة الأمم المتحدة عملت عدة إجراءات من أجل حل المشكلات السكانية في العالم. هلأ في عنا مشكلات سكانية، بدها تحط الهيئة العامة أو هيئة الأمم المتحدة عدة إجراءات لحل هاي المشكلات. أول إجراء اللي هو إنشاء المنظمات الدولية التي تعنى بالشأن السكاني. إذن إنشاء المنظمات الدولية اللي بتهتم بالشأن السكاني. اثنين، عقد المؤتمرات السكانية. هلأ المنظمات الدولية في عنا أكثر منظمة في العالم، أكثر من منظمة في العالم، أهمها منظمة الأغذية والزراعة
هدفها القضاء على الجوع في العام، بتحاول انها توفر الغذاء وتحاول تستصلح الاراضي الزراعيه عشان تقضي على الجوع في العالم. المنظمه الثانيه منظمه الصحه العالميه، من اسمها صحه عالميه، معناته هدفها ايش؟ انه توفير افضل التجهيزات الصحيه لجميع شعوب العالم، بالاضافه لتامين الحصول على العلاج والمطاعيم الوقائيه للاطفال والامهات. في عندنا مطاعيم للاطفال والامهات من اجل التقليل من المرض والوباء. المنظمه الثالثه برنامج الاغذيه العالمي، هدفه القضاء على الفقر، القضاء على الفقر في العالم، وضع خطه من هدفها انه تقلل من نسبه الفقراء في العالم. اذا هاي المنظمات الاساسيه في العالم المسؤوله عنها هيئه الامم المتحده. هلا الاجراء الثاني او الحل الثاني هو عقد المؤتمرات السكانيه. هلا في عندنا مؤتمرات سكانيه بتم عقدها كل 10 سنوات، كل 10 سنوات بيعقدوه مره. هلا في عندنا عده مؤتمرات، اول مؤتمر كان للسكان اللي هو عام 1974 في رومانيا للبحث عن الوضع السكاني. المؤتمر الثاني بعد 10 سنوات 1984 في المكسيك. المؤتمر الثالث بعد 10 سنوات 1994 في مصر. والمؤتمر الرابع عقد عام 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية. هاي المؤتمرات هدفها اللي هو البحث في الوضع السكاني ومحاولة تقليل الأزمات السكانية والضغط السكاني. ومن الحلول اللي بتقدمها هاي المؤتمرات السكانية اللي عددناها قبل قليل، اللي هي أول حل سن سياسة، سن يعني وضع سياسة لتنظيم النسل وتحديده للتحكم في سرعة النمو السكاني. بنحط سياسة بننظم النسل زي تنظيم الأسرة في الدول العربية والمسلمة، الدول غير العربية والمسلمة بتقوم بتحديد النسل، تحديد النسل من أجل تحكم في سرعة النمو السكاني والزيادة السكانية. الحل الثاني تسخير البحث العلمي لإحداث ثورة في مجال الزراعة لمضاعفة الإنتاج الزراعي العالمي. يعني هلأ بدي أستخدم طرق البحث العلمي من أجل إحداث ثورة في الزراعة، من أجل مضاعفة الإنتاج وزيادة المحصول الزراعي، من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبالمحصلة نتوصل إلى حل المشكلة السكانية. وهيك بكون أنهيت الدرس، ويعطيكم ألف عافية.